من عام 1980 لتوا صاروا أكثر من 20 هجوم إرهابي، والكلهم تصنفوا كعملية إرهابية. كان زوز عملية جربة 2002 والعملية الأخرانية بتاع 2012. الحاجة المشتركة بينهم إنه الزوز استهدفوا يهود الغريبة. عملية 2002 تصنفت كأكسيدون، والعملية الأخرانية بتاع 2023 كحادثة معزولة. أما الحكيتين هذوما تلموا تكتك وتفضوا جربة صافي. والسؤال علاش هذوما الزوز بالذات ما يتقيدوش كعمليات إرهابية؟ يا ترى خايفين على التوريزم ولا على علاقاتنا مع الكيان الصهيوني؟ اليهود جاوا لتونس في زوز مراحل. الأولى في القرن الثاني جايين من اليونان ومن تركيا في العهد البيزنطي، والثانية من الأندلس في العهد العثماني. استقرار اليهود في تونس ساهم برشا في تطور الاقتصاد والسوق التونسية، وبار البزنس خلوا لنا موروث ثقافي ودوميقي كبير. فنانين كيما الشيخ العفريت، لويزا، الحبيبة مسيكا وغيرهم، والكفتاجي والفريكاسي والملوخية وغيرهم. ومع الحرب العالمية الثانية اللغة مع اليهود بدأت تتبدل، وين النازية كانت ترى فيهم اخترع العالم وكانوا محندرين في البلايس الكل، ولقاوا الحماية في تونس من عند محمد المنصف بي في عام 1942. ومع عام 1948 بدا خروج اليهود من تونس، وكان يتزامن مع تأسيس الدولة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية. وقتها بداوا موجات الهجرة وبداوا ينقصوا من تونس، وبدا الموقف العربي يولي ضدهم بشوية بشوية. ومن وقتها بدأت علاقة الكره بين العرب وإسرائيل بسبب القضية الفلسطينية. سياسة الكل البلاش، فهي هي ها هي اللي وصلتنا لهذا الحال، لهالهزائم هذه، لأننا مش عاوزين نتفاهموا ونشوفوا الوضع والتغيرات والمعطيات الجديدة وما وصلت إليه اليهود هنا. عام 1965 سي الحبيب بورقيبة يخرج على القطيع ويعمل خطاب في أريحة في الأردن، يتدخل به العرب في حيط. لغة بورقيبة ما عجبتش العرب ورصت لنا في الحشمة واتهمونا بالخيانة، وحبوا حتى يكنترونا من الجامعة العربية. بورقيبة برد الحكاية شوية وعاود تحرك عام 73 بمبادرة أخرى متاع تقسيم الحدود بين إسرائيل وفلسطين بقرار تقسيم متاع 48. الحكاية عاود تثبت مرة أخرى في مشكلة مع العرب، ووصلت حتى لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الأردن. تروح راس. بردنا وجوهنا مع العرب شوية ورجعنا بقوة عام 82، وقت اللي استقبلت تونس أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها بعد ما اضطردوا من لبنان، وجاءوا باش ينظموا أمورهم ويقودوا الانتفاضة من تونس. الجماعة بداوا يتحركوا من تونس وبداوا يقلقوا في إسرائيل وأمريكا اللي كانوا يغزروا لهم كمنظمة إرهابية، وبدأت المخابرات تدور وليرابور تخرج، منهم دو رابور متاع CIA يحكيوا على تهديد منظمة التحرير الفلسطينية للمصالح الأمريكية وانشطتهم في تونس وعمان. ليرابور هذوما وديسيزيون رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها شيمون بيريز عطاو الفيفور العملية الساق الخشبية وقصف حمام الشط. L'aviation israélienne a bombardé aujourd'hui le nouveau quartier général des Palestiniens de l'OLP dans la grande banlieue de Tunis. Le premier bilan est de 150 tués. Yasser Arafat et ses principaux lieutenants ont échappé à ce raid. Bruno Alba. Tunis ما سكتتش. لمينا دبشنا وطلعنا لنيويورك نشكيو. البشبوش في تومكو هزها حامية وسخونة للمجلس الأمن. وحد ما تصور إنه تونس نجم تعمل حاجة في مجلس الأمن، خاصة إنه إسرائيل كانت مدعومة من عند أمريكا اللي كان عندها حق الفيتو. De déclarer que par votre vote, messieurs les membres du Conseil, vous nous avez donné une raison d'espérer. La Tunisie vous en remercie bien vivement. أما بعد مداولات أصدر مجلس الأمن قراره عدد 573 نهار 4 أكتوبر 1985، القرار اللي أدانوا فيه إسرائيل. أما الحكاية موفيتش غادي، فضيناها في نيويورك. أما في تونس الجو ما كانش راكع، يلي مزيان من برا إيش نحويلك من داخل. الحكومة التونسية دارت في الحياص وبدأت تاخو في موقف من القضية الفلسطينية. دفينة اللي ماتوا من جبهة التحرير الفلسطينية صاروا فيها برشا مشاكل، صحفيين تمنعوا من التصوير وناس ضربت في الدفينة، ومن هارتها كل شيء تبدل. أقسم بالله العظيم
أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة. عام 87 الأمور تعاود تتمشكى من الأول وجديد وميا بعد الانقلاب الأبيض. عناصر من الموساد يهبطوا في سيدي بوسعيد ويغتيلوا أبو جهاد قائد المقاومة الفلسطينية، وكانت خطوة على قصر كرتاج أكثر بلاصة محنشة في تونس. منظمة التحرير الفلسطينية حصلوا اللي المشامية دارت عليهم في تونس، وهذا ليش قرروا يخرجوا في جوان 1994. وخروجهم ما كان الصدفة، خاطر في 3 أكتوبر 1994 نيويورك تايمز أكبر جريدة في أمريكا تهبط أرتيكل تقول فيه تونس تبدأ أول علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، وإنه جونا باهي معهم. وعام 96 أمورنا مع إسرائيل وليت في الأمر، وحلوا مكتب مصالح في تونس، وبعده يمشي خميس جهناوي يحل مكتب مصالح تونسي في تل أبيب. في 2005 وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم يعمل علينا طلة في WACS، يقول إنه القيادة التونسية كانت محلية على الأخر مع البعثة الإسرائيلية ومتفاهمين باش يقويوا علاقاتهم الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية زادة. واعتبارا لتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. امشي يا زمان ويجا يا زمان لين نوصلوا لبعد الثورة، وين عودة تحيرة القضية الفلسطينية عند التوانسة، وليت كيما الجوكر يستعملوها السياسيين باش يطلعوا في كتتهم. مرحبا بك. الحمد لله. وزدنا حلينا اللعب لإسرائيل في 2012، وين وصلوا صديراتنا ليهم قرابة 12 مليون دولار. والأمور زادت تطورت في 2017 بعد مشيت يوسف الشاهد لأمريكا، اللي بالطبيعة ما فماش قطوس يصطاد الربي. الأمريكان شرطوا علينا تحسين العلاقات مع إسرائيل مقابل مساعدات والفلوس، وبالطبيعة نحن ما كناش من العاكسين، خاطر لو كان بربشوا شوية نلقاو اللي في 2020 تونس صدرت سلعة بما يقارب على 18 مليون دولار، اللي هي أكثر ب 94% من عام 2016، وأغلبهم أحواج وديز أكسسوار. يظهر لي الجماعة مغرومين بالستيل والريق التونسي. وكي نزيدوا نبتبتوا على أمورنا معاهم نلقاو رابور محرقص خرج في 2019 من عند أدينا فريدمان الباحثة في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، اللي تقول فيه إنه إسرائيل تحب تنستالي روحها في إفريقيا أتخافيغ تونس، خاطر تاريخنا منظم معاهم وصابوننا نظيف. هذا الكل ما غير ما نحكيه على سياسة الدولة وقانون تجريم التطبيع اللي تكنتر 3 مرات في مجلس النواب، ونختموها بحملة قيس سعيد الانتخابية اللي تبنيت الكل على القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع. أما كتحل الدستور 2022 ما تلقى شيء. قانونا هي خيانة عظمى ويحاكم بتهمة الخيانة العظمى. تجريم التطبيع والقضية الفلسطينية وليت ديسكور ما عادش يوكل الخبز، وليت لغة بيزنس، وحتى من العرب قلبوا الفيستا، وبرشا بلدين طبعوا مع الكيان الصهيوني كيما الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، عمان، السعودية. أما هذم على الأقل كان موقفهم واضح مع شعوبه، أما إحنا دولتنا تسربي فينا في لغة والواقع لغة أخرى. وبيناتنا شباب كيفاش تتوقع من دولة منبع عندها موقف واضح باش تواجه إسرائيل؟ 5 ثواني من زالوا تقريبا أنت أن مرة أخرى في هذه الثواني المتبقية خيانة عظمى.